ثلج الليلة كالصحراء لم تلمسهم أقدام مملكة للحيارى أحكمها بسلام. الريح تعوي مثل العاصفات داخلي كيف تختفي. حاولت جاهدا لتكشيف سر الجاني كما شعبك تغفل أحسن كي يجهل قد عرف أطلقي سرك لن أتحمل سرك أغلقي خلفك الأبواب لا أخشى كل ما سيقال أطلق النار فقوة المشكلة ستصحى لن أراها من بعيد الخوف المريد انتصارات اختبر كل القدرات بلا حلول تمنع الماضي اطلقي سرك تحدي مع كل اقوى اطلقي سرك من ابكي بعد أطلق الأهانة أطلق الأهانة فقوتي تصل من الهواء للصخور وتتبلور فتك وكلولب يلمع مثل وتتبلور فتكون قذيفة من جاني أنا حقا لن أعود الماضي بعيدا صار لن يعود وسأشرق مثل النور لن يعود فقدت براءتي ها أنا الآن أقف أمام الناس وسط الرياح الثلج لا يشعرني باكتئاب. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. في ليتر أو أقول إلى اللقاء يا محبي إلسا.